مرحبا بكم. موعد جديد مع من هو المجرم، موعد اللي نقترح عليك فيه كل أسبوع عنا نشوفوا شكوني الشخصية الإجرامية اللي باش نقدمها لكم في ولد ليقتل. وجمعة هذه باش نمشيو لبلاصة باردة، نمشيو لبلاصة باردة ياسر، باش نمشيو للألاسكا. ربما راك ما تعرفش كما برشا منا أن الألاسكا هي تتبع أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، هي أكبر ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها من ناحية الحجم هي الأكبر، ولكن من ناحية الناس اللي تسكن فيها هي من أقل الولايات، كان مش أقل ولاية فيها تعداد سكاني. راك عرفت علاش؟ على خاطرها باردة ياسر، غلاس. وهذاك علاش فما خطط عملتهم الحكومة الأمريكية باش يوطنوا ناس ما يكونوا موجودين في الألاسكا. كيف بداوا هالخطط هذه خاصة المتعلقة بمد أنابيب النفط والغاز؟ عمرهم ما كانوا يتصوروا أن واحد من جماعة اللي باش يسكنوا بمناسبة مشاريع التوطين ولا الاستيطان هذه في الألاسكا باش يتحول إلى قاتل متسلسل، وباش يتسمى سنوات من بعد سفاح الألاسكا. عدد الضحايا متاعو إلى اليوم ماهوش معلوم بصفة واضحة، لكن متأكدين أنه قتل على الأقل 12 ضحية، ضحايا اعترف بهم، لكن الأعداد اللي ترجع له ترجع بين 17 و 21 ضحية. ضحاياه هما من نساء من أعمار صغيرة حتى الأعمار شابة نوعا ما، ضحاياه تتراوح أعمارهم تقريبا من 17-18 سنة إلى 40-41 سنة. كان مختص في الستريبتيزوز وبائعات الهواء، هذيك كانت الفريسة متاعو. علاش؟ لأنه كان يعتبر أنه نساء هذوما حتى كان يتفقدوا ما يسأل عليهم حتى حد، وما كانش مخطئ ياسر في حساباته، خاطر السنوات الأولى الكل حتى حد ما بش يتوصل له. علاش؟ على خاطر حد ما يسأل على نساء هذوم. شتبدل الوضعية في الألاسكا وقت اللي بش يتفقدوا 12 نمرة، ولكن الوصول ليه باش يكون عن طريق الصدفة. فمن هو المجرم اللي نحكي لكم عليه جمعة هذه في ولد ليقتل؟ ثلاث احتمالات كما العادة. هل المجرم اللي نحكيه عليه هو روبرت هانسون، وإلا إدوارد كراوس، وإلا جوشوايا ويد؟ هل هو روبرت هانسون، وإلا إدوارد كراوس، وإلا جوشوايا ويد؟ نستنى الأجوبة متاعكم في التعليق، وأنا نعطيكم الجواب في حلقة الجمعة هذه من ولد ليقتل. إلى اللقاء.